طيب احنا دلوقتي هنبدأ نتكلم على حاجة اسمها فيجنير، هناخد منها حاجة اسمها وان تايم بات، وهنبدأ نحل عليها. هي برضو انكريبشن تكنيك، هنعمل انكريبشن وديكريبشن زي ما اتفقنا. اللي انا عندي حاجة اسمها بلين تكست، ده التكست اللي احنا بنعرف نقراه عادي، وعندي السايفر تكست ده اللي متشفر، وعندي الكي اللي بشفر بيه. اول حاجة وان تايم بات دي سبستيتيوشن تكنيك. طيب فكرتها ايه؟ الفكرة هي قريبة من سيزر سايفر شوية بس مختلفة في حاجات بسيطة. ان انا مبدئيا كده علشان خاطر اقدر اجيب السايفر تكست، اول حاجة هيبقى عندي السايفر تكست بتاعي عبارة عن نفس القانون بتاع السيزر سايفر عادي، اللي هو كان بي بلس الكي اللي عندي مودلس 26. طب لو انا كنت عايزة اجيب البلين تكست، فالبلين تكست بتاعي هيبقى عبارة عن السايفر ماينس الكي مودلس 26. طب ايه الفرق؟ هي الفرق في الكي ازاي؟ يعني ان في السيزر سايفر كان الكي عندي رقم واحد، يا اما حرف وبجيب رقم وثابت لكل حاجه. هنا الكي كل حرف ليه حاجه مختلفه. بمعنى ايه؟ تعالوا مثلا اول حاجه نعمل الانكريبشن. تمام. طيب في الانكريبشن كده انا مبدئيا مثلا فلنفرض ان البلين تكست بتاعي كان كلمه كمبيوتر، والكي كان مثلا ستور، ده الكي بتاعي. تمام. هنا الكي ما بيبقاش رقم ولا حرف واحد، الكي بيبقى عبارة عن شوية كاركترز مع بعضها. طيب احل ازاي؟ اول حاجة انا محتاجة عشان اعمل انكريبشن اكتب يعني احط كل حرف مع الكي بتاعه. ازاي؟ تعالوا كده نعمل تيبل كده صغير عندي هنا، نحط فيه الاول الكلمه بتاعتي اللي هو البلين تكست، سوري سي او ام بي يو تي اي او، ادي كده الكلمه بتاعتي. طب وبعدين احط بعد كده، تعالوا مثلا نخليها كمبيوتر ونحط كمان سي اس، نزود هنا سوري انسرت ماشي، ونحط هنا ال C ونحط هنا ال S. ده كده البلان تكست بتاعي العادي. طب انا المفروض هعمل ايه دلوقتي؟ همسك الكي هقعد اكرره لحد ما البلان تكست بتاعي يخلص. يعني انا عندي S وبعدين T A R، ارجع تاني اكتبه S T A R، اكتبه تاني S T، مفيش كلام تاني خلاص. يبقى انا كده ايه؟ كتبت كل حرف مع الكي بتاعه. دي اول step. طب بعمل ايه بعد كده؟ بكتب الحروف بتاعت الانجليش من A ل Z وبرقمهم من 0 ل 25 زي ما كنا بنعمل في الطبيعي. انا بس هاخدهم من هنا سكرين شوت عشان ما نكتبهمش تاني، ثانية واحدة بس. طيب ادي الحروف بتاعتي. اعمل ايه بقى؟ هبدأ دلوقتي امسك حرف حرف واشتغل عليه. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي ماشي، اول حاجه كان عندي حرف السي. طيب السي ده انا عايزه دلوقتي اجيب السايفر بتاعه. السي رقمه كام؟ 2 بلس الكي اللي معاه حرف الاس، الاس اللي هي رقمها 18، بعدين مودلس 26. عندي 2 و 18 20، مودلس 26 اللي هي 20 دي اللي هي حرف اليو. طيب بعدين عندي الاو، الاو اللي هي رقمها 14، الاو معاها تي، التي رقمها 19، تمام، مودلس 26. الفكره ان انا باخد كل حرف مع الكي بتاعه. تمام. فعندي 14 و19 33، 33 مودلس 26 هيبقى 7. 7 دي اللي هي حرف الاتش. بعد كده لقيت عندي في البلين حرف الام، طب الام دي اللي هي رقمها كام؟ 12 بلس الكي اللي معاها مين؟ الاي رقم 0 مودلس 26، هتطلع 12 زي ما هي، هتبقى حرف الام. بعد كده لقيت البي، البي رقمها 15 بلس معاها البي الكي اللي معاها حرف الار، فالار ب 17 مودلس 26. بقى عندي دلوقتي 15 و 17 32 موديل 26 يبقى 6. 6 دي اللي هي حرف الجي. بعدين عندي اليو،
اليوم اللي هي رقمها 20 بلس الكي اللي معاها الاس. الاس عندي رقمها 18، يبقى سوري مودلس 26، يبقى 20 و18 38، مودلس 26 يبقى 12. 12 دي اللي هي حرف الام. بعدين عندي التي رقمها 19 بلس التي معاها تي زيها يبقى 19، مودلس 26. 19 و19 38، مودلس 26 12، هيبقى حرف الام برضه. بعد كده عندي الاي ومعاها ايه، يبقى الاي اللي هي باربعة بلس الاي بزيرو مودلس 26 هتديني 4 برضه، هيبقى نفس الحرف. بعد الاي عندي اور، الاور رقمها 17 بلس الاور الكي اللي معاها اور برضه، طيب يبقى 17 و17 مودلس 26. 17 و17 34 مودلس 26 هيبقى 8. 8 ده اللي هو حرف الاي، سوري حرف الاور. بعدين بعد الاور عندي سي، السي رقمها 2 ومعاها اس، يبقى والاس بكام؟ ب18، يبقى انا عندي هنا 2 زائد 18 مودلس 26. 2 و18 هيبقى 20، مودلس 26 هي ال 20 برضه اللي هي حرف ال. بعدين عندي الاس، الاس اللي هي رقمها 18، والاس الكي اللي معاها تي، والتي رقمه 19، يبقى 18 و19 مودلس 26. 18 و19 37، مودلس 26 11. 11 دي بقى اللي هي حرف ايه؟ 11 حرف ال. يبقى انا عندي دلوقتي ال. طيب دلوقتي عندي السايفر تكست بتاعي اللي انا طلعت بيه في الاخر عباره عن ايه؟ هجمع الحروف بقى يو اتش ام جي، يو اتش ام جي، وبعدين ام ام اي اي، ام ام اي اي، يو 11 دي اللي هي كانت اي ولا 11 ال. ماشي كده انا طلعت السايفر تكست بتاعي. يبقى الفكره ايه دلوقتي عندي في الون تايم باد؟ ان انا دلوقتي الفكره بس نفس القانون اللي كان موجود في السيزر سايفر في الانكربشن، بس انا دلوقتي عندي الكي مش ثابت، الكي بتاعي بيتغير، فبقعد اكتب الكي قصاد كل حرف لحد ما يخلص كله في الاخر، وبعدين ببدا اطبق في القانون بتاعي عادي خالص. ده لو انا هعمل انكربشن. طيب لو انا عايز اعمل ديكربشن هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله تعالوا بقى نشيل كل الكلام ده. لو احنا هنعمل ديكربشن وادي السايفر تكست مثلا اللي عندي اهو مكان البلين تكست، وخلينا نكتب ان ده كده ديكربشن، تمام اوكي. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي سايفر تكست وعندي الكي بتاعي. مبدئيا احنا كده كده هنحتاج نكتب برضو الحروف بتاعتي من A ل Z ونرقمهم من 0 ل 25. طب وبعدين هيجي برضو اعمل هنا تيبل، ده كل ده وان تايم باد. ادي التيبل بتاعي هحط فيه الكلمه بتاعتي الاول اللي هي عباره عن ايه؟ يو اتش ام جي ام ام اي اي، نزود كده كمان 2، وبعدين عندي يو ال. طيب اعمل ايه بقى دلوقتي؟ احط الكي بتاعي لحد ما يخلص، يبقى اس تي اي اور، اس تي اي اور، اس تي كده انا حطيته مع كل الحروف. هبدا بقى دلوقتي اطبق القانون بتاع الديكريبشن عادي، كل حرف مع الكي بتاعه. يعني هاجي دلوقتي اصغر الخط شويه. طيب اول حاجه عندي حرف اليو، اليو انا دلوقتي اليو عندي بكام؟ ب 20 ماينس، علشان انا دلوقتي بعمل ديكريبت، فالديكريبشن عباره عن بلين تكست السايفر تكست ماينس الكي مودلس 26. طب الكي بكام؟ اليو معاها اس، ده الكي بتاعها اللي هي بكام؟ ب 18 مودلس 26 هيديني 2 اللي هي السي. بعد كده عندي حرف الاتش،
ال h ده رقمه 7 ماينس الكي اللي معايا اللي هو ال t 19 مودلس 26. طيب 7 ماينس 19 نيجاتيف 12. لو لقينا نيجاتيف في الديكربشن نقلب المودلس لبلس على طول، هتبقى بلس 26. يبقى نيجاتيف 12 بلس 26 14. 14 دي اللي هي الاو. بعدين عندي حرف الام، الام رقمه 12 ماينس الام معاها ايه 0 مودلس 26 هيديني برضو 12 اللي هي حرف الام. بعدين عندي جي، جي رقمها 6 ماينس الجي معاها ار 17 مودلس 26. هلاقي دلوقتي 6 ماينس 17 نيجاتيف 11، يبقى نيجاتيف 11 بلس 26. طالما في نيجاتيف هقلب بلس على طول، يبقى نيجاتيف 11 و26 15. 15 دي اللي هي البي. بعدين عندي حرف الام، الام رقمه 12 ماينس الكي اللي مع الام هنا الاس، والاس هنا 18 مودلس 26. طيب 12 ناقص 18 هيبقى عندي نيجاتيف 6 بلس، نخلي بقى ايه احنا خليناها بلس عشان هي طلعت بالنيجاتيف، يبقى 6 بلس 26 يبقى عندي 20. 20 دي اللي هي حرف اليو. بعدين عندي الام اللي بعدها 12 ماينس الكي اللي معاها المره دي تي، فالتي 19 مودلس 26. يبقى انا دلوقتي عندي 12 ماينس 19 نيجاتيف 7 بلس 26 هتطلع عندي 19. 19 دي اللي هي التي. بعدين عندي حرف الاي، الاي رقمها 4 ماينس الاي اللي بزيرو مودلس 26 هيديني 4 برضو اللي هو حرف الاي زي ما احنا. بعدين عندي الاي، الاي رقمها 8 ماينس الكي اللي مع الاي دلوقتي ار، الار ب 17 يبقى 8 ناقص 17 مودلس 26. يبقى انا دلوقتي عندي 8 ماينس 17 نيجاتيف 9 بلس 26 ايكوال تبقى 17. 17 دي بقى اللي هي حرف الاور. وبعدين عندي بعد كده اليو، اليو اللي هي رقمها 20 ماينس الكي اللي مع اليو عندي هنا اس، فالاس ب 18 يبقى 20 ماينس 18 مودلس 26 هتيكوال 2 اللي هي حرف السي. بعدين اخر حرف عندي بقى اللي هو ال، ال عندي رقمه 11 ماينس ال معايا تي، والتي رقمها 19 يبقى 11 ماينس 19 مودلس 26 يبقى 11 ماينس 19 نيجاتيف 8 بلس 26 يبقى 18. 18 دي اللي هي الاس. بعد كده هنجمع بقى البلين تكست بتاعي عادي اللي هو عبارة عن C O M B U T E R C S. كده انا رجعت البلين تكست عادي. يبقى في الانكريبشن والديكريبشن بستخدم القانون اللي عندنا، وبعدين الكي بيقعد، الكي هنا مش رقم واحد بس ولا حرف واحد بس، بنقعد نكرره لحد ما يخلص. وهتلاقوا البي دي اف اللي اوريدي رفعته لكم، اي سوري مش ده، اي هتلاقوا البي دي اف ده تمام، ده برضو فيه شرح الـ one time باير واكزامبل عليه. هكمل لكم بقى الباقي في الفيديو اللي جاي.